الصواني الايطالي. بسم الله ما شاء الله. شوفي لي المزوره بعد اذنك يا فاطمه. شوفي انا عايزه اوريكم الرسمه. تحت يا فاطمه بعد اذنك. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه اوريكم الخيط. الختم قدامنا. قرب كده الكاميرا على الختم. شايفين الذهب اللي جنب الختم؟ الذهب ده كله بارز، والشغل اللي عليه ده كله بارز. شايفين بقى الكنار؟ هات كده جمال الكنار بتاعه. بسم الله ما شاء الله. كنار الشغل من هنا اهو، الذهب مع بلاتين، شغل كله بارز، حاجه كده رهيبه. هو طبعا الطقم بيكون 3 مقاسات. المقاس شوف الصينية الصغيرة، أصغر مقاس بتكون 35 سنتي، وبتكون كده كام؟ 25 سنتي أو 24 بالظبط. تمام. عايزة بس أوريكم كده جمال الصينية. بسم الله ما شاء الله. قطعة من التحف الفنية. ثواني أنا كده قستلكم أصغر مقاس في الصوان. عايزة برضو أقول لكم مقاسات التلات صواني عشان تشوفوه. هنشوف بقى مقاس الصينية الوسط. الوسط كام يا حاج؟ الوسط 29. 29 في كام؟ 40. 40 تمام. عايزين برضو المقاس الكبير، يعني هو ثلاثة الطقم، ثلاث قطع صواني ايطالي. اتقل صينية ممكن تجيبيها واشيك صينية، كلها ذهب بارز. المقاس الكبير مقاسه كام؟ 32. 32 في 45. في 45. بسم الله ما شاء الله مقاساتها جنبه.